في حارس الأهلي الكابتن شادي محمد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق داخل والعبة حلوة والمشرف على كرة القدم النسائية بالقلعة الحمراء يتحدث عن الانطلاقة القوية للمارد الأحمر في الدوري خطير شرير في الـ18 وأسرار التتويج بالسوبر وحصد لقب الثلاث قارات ويكشف كواليس الانتصارات الكبيرة التي يحققها فريق سيدات كرة القدم انتظروا شادي محمد مع أحمد شبير في حارس الأهلي في الأوقات التالية على قناة الأهلي.